أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من موقع صوت العراق ومقال للكاتب محمد حسن الساعدي، ذكر فيه أن الواقع أثبت أن موارد العراق جميعها تقريبا أمست بيد واشنطن، وخصوصا أن العراق ما زال يخضع لقانون البنك الفيدرالي الأمريكي وسياسة البنك الدولي في آليات الحصول على الدولار لتمشية أعمال الحكومة ومشاريعها وتغطية وارداتها. وأضاف الكاتب أن التلاعب بدأ في مزاد العملة والذي بدأته الولايات المتحدة عام 2004 للسماح للمصارف العراقية بالوصول إلى الدولار وبأسعار تفضيلية لتمويل المشاريع والسلع الواردة له، وذلك من خلال حساب عراقي في بنك الاحتياط الفيدرالي ومقره نيويورك لتوجيه عائدات النفط. يقال في أروقة الاقتصاد السياسي إنه منذ عام 2012 ما يصل إلى 80% من مبيعات المزاد بالدولار كانت مرتبطة بصفقات غير قانونية يتم تحويلها إلى الخارج. عام 2015 قيدت واشنطن مؤقتاً تدفق الدولار لإيقاف عمليات التحويل، ولكنها تراجعت عندما احتجت بغداد ووافقت على إجراء بعض الإصلاحات التي وصفت بالتجميلية على عمليات التحويل التي يقوم بها سوق الأوراق المالية. وبسبب القلق المستمر من إمكانية وعدم الاستقرار في العراق، عمدت واشنطن إلى إلقاء الوضع الاقتصادي العراقي في أزمة كبيرة وخطيرة من خلال إيقاف تدفق الدولار لبنكه المركزي وإيقاف تمويل الواردات العراقية، وقننت هذه الواردات حتى وصلت إلى النصف. دور الأمم المتحدة في مناطق الصراع ولا سيما العراق في هذا الموضوع، كتب حسين صالح السبعوي مقالا نشره موقع مركز رسام، قال فيه إن من أهم مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك من دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. فعلى هذه المبادئ تأسست الأمم المتحدة، لكن هذه المبادئ والأهداف بقيت حبرا على ورقة، وخصوصا في المنطقة العربية والإسلامية بسبب هيمنة الدول الكبرى. وأضاف الكاتب الذي تعجز عن فعله الولايات المتحدة تقوم به الأمم المتحدة حتى أصبح دورها مكملا لها، وليس للأمم المتحدة دور في العراق لأنه ضمن النفوذ الأمريكي. يعاني العراق من احتلالين أمريكي وإيراني منذ عام 2003 وإلى الآن، وبسبب هذا الاحتلال قتل مئات الآلاف من الأبرياء ودمرت عشرات المدن وهجر الملايين، إضافة لعشرات آلاف من المعتقلين والمخفيين قسريا. وكذلك دمر الاقتصاد العراقي ودمرت بنيته التحتية. فماذا كان دور الأمم المتحدة أمام هذه الكارثة التي حلت في العراق يا ترى؟ كان دورها منحازا بالكامل لأمريكا وإيران وحلفائهم في الداخل. وليس التقرير الأخير الذي قدمته ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت في الثاني من شباط من هذا العام إلا دليلاً واحداً لهذا الانحياز، فقد أشادت بلاسخارت في التقرير بحكومة الاحتلال رغم كل ما يعانيه الشعب العراقي. كذلك لم تتطرق في تقريرها الأخير ولا في تقاريرها السابقة عن أي إدانة ضد أمريكا أو ضد إيران، كونهما المسؤولين عن جميع ما تعرض له الشعب العراقي من انتهاكات منذ عام 2003 وإلى الآن. إلى صحيفة التايمز التي ذكرت أن الكارثة التي خلفها الزلزال في سوريا خلقت صعوبات عديدة أمام المنظمات الإغاثية، وخصوصا عدم معرفة هوية القتلى الذين قضوا تحت الأنقاض. وقال المحامي السوري حسن كولي إن بعض منظمات المجتمع المدني في المناطق التي لا تخضع لسيطرة نظام بشار الأسد كانت قد تمكنت في أثناء سنوات الحرب من تطوير بروتوكول للتعامل مع الجثث المجهولة الهوية التي كان يجري انتشالها من حطام المباني،
التي دمرتها حملة القصف بالبراميل المتفجرة والتي شنتها القوات النظامية بين عامي 2012 و2016. وكولي كان عضوا في فرع حلب لجمعية المحامين السوريين الأحرار، وهي جماعة معارضة تأسست في الأراضي التي تسيطر عليها قوى المعارضة. لقد قمنا بالتعاون مع مسؤولين من مجلس البلدية في بلدة جنديرس بوضع سجل لإحصاء الجثث المجهولة الهوية، وتابع نقوم بتصوير جثث الضحايا وربط كل صورة برقم القبر الذي يدفن فيه الجثمان، وذلك على أمل أن يتعرف عليه أحد من ذويه لاحقا، وهو ما حصل في حالة واحدة على الأقل حتى الآن. وما يزيد من صعوبة المهمة أن معظم الأهالي في مناطق المعارضة هم اللاجئون وليسوا من المجتمع المحلي، فمنطقة إدلب على سبيل المثال كان سكانها قبل الأزمة لا يزيد عن 1,000,000 نسمة، ولكنهم الآن أكثر من 4 ملايين شخص. وفي منطقة عفرين ومن بينها بلدة جنديرس ارتفع عدد سكان ما قبل الأزمة والبالغ 250,000 إلى ما يقرب من 700,000 وفقاً لمدير الصحة المحلي أحمد الحاج حسن. وبلدة جنديرس التي تشتهر بزراعة الزيتون كان عدد قاطنيها قبل الأزمة 17,000 نسمة، ولكنها أضحت موطناً لنحو 115,000 نسمة، ومع مقتل 1,200 ضحية حتى الآن فإنها تعد المنطقة الأكثر تضرراً في سوريا من الزلزال. نشرت صحيفة التلغراف البريطانية مقالا لمحرريها للشؤون الاقتصادية العالمية أمبروز إيفانز بريتشارد، مقالا بعنوان لم يعد لدى روسيا الوسائل الاقتصادية لشن حرب هجومية. أكد فيه أن الغرب تفوق على آلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحربية، زاعما أن روسيا لم يعد لديها الوسائل الاقتصادية لشن حرب هجومية، وأن الوقود والغذاء لن ينفدا من روسيا، لكنها ستفتقر إلى كثير من الأشياء الأخرى التي تحتاجها للحفاظ على آلاتها الحربية. وشدد الكاتب على أن التاريخ يعلمنا أن الحرب الاقتصادية تستغرق وقتا طويلا، لكنها غالبا ما تنتهي بسرعة مذهلة. حوالي 700,000 روسي غادروا البلاد منذ اندلاع الحرب الأوكرانية قبل عام، ومعظمهم من الشباب ومن الأفضل تعليما. ونقل عن الاستخبارات البريطانية قولها إن 800 جندي روسي يقتلون يوميا في المتوسط بأوكرانيا، ولفت إلى أنه كلما استمرت التعبئة العسكرية قل الكادر البشري الذي يمكن أن يعمل في الصناعات الحربية. روسيا فقدت بالفعل ما بين 2,000 و2,300 دبابة في أوكرانيا. ونسب الكاتب إلى وزارة الخزانة الأمريكية قولها في أكتوبر تشرين الأول إن الحصار الغربي لأشباه الموصلات أدى لانخفاض بنسبة 70% بواردات الرقائق لروسيا من جميع المصادر العالمية، وتقليص إنتاج الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصواريخ أرض جو، وأنظمة الإنذار المبكر المحمولة جواً. وقالت الوزارة الأمريكية إن روسيا أصبحت تفكك غسالات الصحون والثلاجات للعثور على رقائق للجيش. تحت عنوان كيف غيرت الحرب في أوكرانيا عالم الطاقة، قال موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي إن الصراع الذي أثارته روسيا أدى في عام واحد إلى إعادة رسم طرق الطاقة وأسواقها بالكامل. فقد حلت الولايات المتحدة الأمريكية محل روسيا مورداً رئيسياً للغاز في أوروبا، وبات النفط الروسي يتدفق الآن إلى آسيا. وأضاف ميديا بارت القول بأنه إذا كانت مسألة السيطرة على النفط أو الغاز أو الفحم دائماً محل معارك سياسية وجيوستراتيجية شرسة وحروب نفوذ، فقد استمرت على الرغم من كل شيء الانتاجات المختلفة في الانتشار في العالم من أجل تلبية طلب عالمي. في عام واحد قفزت أسعار المواد الهيدروكربونية بأكثر من 75% وأكثر من 200% للغاز في المتوسط، وكلفت أزمة الطاقة القارة بالفعل ما يقرب من 800 مليار يورو. جاء جزء كبير من هذه التكاليف الإضافية لتغذية الأرباح الفائقة لمجموعات النفط والطاقة. مسارات النفط والغاز الجديدة التي أقامتها روسيا للالتفاف على العقوبات أسرع بكثير مما توقعه الغرب.
كما أن رفض أوبك مثلها مثل العديد من الدول دعم العقوبات التي اعتمدتها مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أو الانضمام إليها، يقول أكثر من تصويت الأمم المتحدة الأول لإدانة الغزو الروسي. دموع العالم تنهمر وتكشف عن عزلة غربية معينة. العالم ممزق وقطاع الطاقة هو أول من يدرك ذلك. بضعة أشهر من الحرب في أوكرانيا كانت كافية لتحقيق هدف لم تنجح الدبلوماسية الأمريكية في تحقيقه خلال 10 سنوات، توقف التدفق المستمر للغاز الروسي إلى أوروبا. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أسهم متطوعون وفاعلو خير في تأمين خيام لآلاف المتضررين من الزلزال في بلدة جندرس التابعة لمدينة عفرين السورية. وقد تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من شهر شباط الحالي بدمار كبير شمال غربي سوريا، إذ أصبحت الخيام مأوى آلاف المتضررين من الزلزال في جندرس سوريا. أعلن مسؤولون كبار في الصين تحقيق انتصار ساحق على كوفيد-19، قائلين أن جهود البلاد أدت إلى تلقي أكثر من 200 مليون شخص العلاج اللازم وأن لديها أقل معدل وفيات في العالم. وقالت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي إنه مع الجهود المستمرة لتحسين تدابير الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 منذ شهر تشرين الثاني نوفمبر 2022، فقد حققت استجابة الصين انتقالا سلسا في وقت قصير نسبيا. وأضافت: لقد حقق نصر ساحق كبير في الوقاية من الجائحة ومكافحتها. هذا وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن ما يقرب من 800 ألف حالة خطرة تلقت العلاج المناسب. لكن المسؤولين هناك حذروا من أنه بينما يستمر الوضع الوبائي في التحسن بالصين، فلا يزال فيروس كورونا ينتشر على مستوى العالم ويواصل التحور. ونتابع الآن مشاهدينا الكرام المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. 3 أجسام طائرة مجهولة رصدت في سماء أمريكا الشمالية تثير العديد من التكهنات عن ماهيتها. أهي هجوم فضائي أم هي حرب النجوم فعلاً؟ لربما المنطاد الصيني الذي أسقطته أمريكا بعد 4 أيام من تحليقه على امتداد الولايات الشمالية يفك لغز الأجسام الطائرة المجهولة.
منذ رصدت الولايات المتحدة المنطاد الصيني والذي يقارب حجمه حجم 3 حافلات، غيرت الولايات المتحدة إعدادات راداراتها. كانت في البداية ترصد الطائرات والصواريخ السريعة، وتهيأت الآن من أجل البحث في السماء عن أجسام أصغر وأبطأ. هذه العملية هي التي سمحت برصد الأجسام الطائرة 3 والتي ما زالت طبيعتها غير واضحة، وتم إسقاطها على 3 أيام متتالية. لن يستطيع الخبراء تحديد ماهية الأجسام الطائرة المجهولة التي رصدت في الماضي، لكن صار بالإمكان من خلالها الكشف عن طبيعة مزيد من الأجسام الغريبة في الجو في المستقبل. تحفظت أمريكا طويلاً على التقارير حول صحون وأطباق طائرة، لكن الأمور تغيرت منذ رصد طيارون عسكريون أمريكيون ظواهر لا يمكن تفسيرها. قررت وزارة الدفاع قبل سنوات أن تأخذ الأمر على محمل الجد، فالتخوف الأكبر يكمن في أجهزة تجسس صينية. في العام 2020 شكلت واشنطن فريق عمل متخصص، نجح الفريق في التعرف على بعض هذه الأجسام وتبين أنها مناطيد لرصد الطقس وانعكاسات الشمس، لكن بعضها بقي لغزاً محيراً. تقرير استخباراتي أمريكي نشر في يوليو عام 2021 رصد المئات من الأجسام الطائرة المجهولة، فمن بين 510 حالات تمت دراستها يمكن تفسير نحو 200 منها. ومع رصد المنطاد الصيني يزداد الخوف الأمريكي من تجسس الصين، فالمنطاد الذي اعتبرته للتجسس يعتمد تكنولوجيا تسمح له بالتحرك وتنفيذ نشاطات مراقبة، ويعتقد أنه حلق فوق مواقع عسكرية أمريكية استراتيجية. الحكومة الأمريكية أكدت أن أعداد الأجسام الطائرة لا يعتقد أنها في ازدياد، ولكن إمكانية الكشف عنها هي التي تغيرت. الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أكد أن لا علاقة للأجسام الطائرة بالكائنات الفضائية. ما رأيكم أنتم؟ هل يعقل أن تكون الأجسام الطائرة كائنات فضائية؟ في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام من الرافدين، تقبلوا تحيتنا.